بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير الزمالك العظيمة في مصر والعالم، تحياتي إليكم جميعا وتحياتي إلى كل أعضاء قناة الجري تي في. سوف أقدم لكم اليوم في هذا الفيديو موضوعات هامة جدا وخطيرة عن هاني أبو ريدة ودوره في خراب الكرة المصرية. وقد قلت قبل ذلك أن من أهم الخطوات التي يجب نحن نعملها لإصلاح حال الكرة المصرية، الرياضة المصرية عموما، يعني لازم عزل هاني أبو ريدة من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي. لكن طبعا أنا هديلكم فكرة الأول عن مين هو هاني أبو ريدة وعمل إيه في خراب الكرة المصرية. أحب أقول في البداية إن أنا كمصري محب لبلده وأفتخر بأي شخصية مصرية تحصل على أي منصب كبير عالمي في الأمم المتحدة، مثل الدكتور بطرس غالي، أو في وكالة الفضاء ناسا مثل الدكتور فاروق الباز، والراحل الدكتور أحمد زويل، وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب لما كان في بريطانيا. لكن يؤسفني إني لازم أهاجم شخص مصري زي حصل على منصب كبير في الفيفا وهو هاني أبو ريدة. وطبعا ولا ننسى حسن مصطفى اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اللي هو زعيم مافيا الرياضة المصرية ودورهم في تدمير الرياضة المصرية علشان مصالحهم الشخصية وخدمة مجموعة أشخاص معينة يحققون أرباحا بالمليارات من قوت الشعب المصري الغلبان، ويدمرون نادي الزمالك وجماهيره العظيمة علشان نادي أوحد فاسد بكل أنواع الفساد وايضا اساءه سمعه مصر في العالم. فيجب الوقوف ضدهم ومهاجمتهم حتى يخسروا هذه المناصب التي يضرون بها مصر بدلا من مساعدتها على الرقي والتقدم وجلب السياحه والاستثمارات الرياضيه. واسمحوا لي في البدايه اقول لكم من هو هاني ابو ريده مخرب الكره المصريه. هو من مواليد 14 أغسطس 1953 في مدينة بورسعيد في مصر، ومارس كرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي إلى أن تعرض لإصابة خطيرة جعلته يعتزل مبكرة لعب كرة القدم، والتحق للدراسة بكلية الهندسة. وخلال فترة الثمانينات تولى رئاسة منطقة بورسعيد لكرة القدم، ثم تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1991، ثم تم انتخابه لمدة 3 دورات كأمينا للصندوق حتى عام 2003. ثم انتقل هاني أبو ريدة في عام 2004 إلى الملعب الأفريقي، وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، ويستمر نشاطه وحماسه ليرأس لجنة التسويق بالكاف. ونظرا للعديد من نشاطاته الأفريقية، ووثقت به الجمعية العمومية بالاتحاد الأفريقي وقامت بإعادة انتخابه باللجنة التنفيذية حتى عام 2011. وفي عام 2009 تم انتخابه كعضو في اللجنة التنفيذية للفيفا، وتولى مسؤولية الإشراف على بعض المناسبات الرياضية التي تنظمها الفيفا، ومنها كأس العالم للأندية 2013 في المغرب. ثم أصبح رئيس اتحاد كرة القدم في مصر يوم 30 أغسطس 2016 بعد حصوله على أكبر كمية من أصوات في انتخابات كرة القدم في جمهورية مصر العربية. وقد حصل مناصب هاني أبو ريدة، كان عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في مصر عام 2009، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر عام 2006، وكان مدير ملف مصر لاستضافة كأس العالم 2010 والحاصل على صفر المونديال الشهير ديت أيام مبارك، ورئيس الاتحاد المصري مصري لكرة القدم عام 2016. نبدأ دلوقتي ندخل على مواضيع هاني أبو ريدة. كرامة العظماء التي أهانها أبو ريدة. ليس من قبيل الذم في شخص
أو الانتقاص من مسؤول، ولكن من قبيل الحزن والأسف والأسى والألم أن مصر بتاريخها الكروي العظيم وأساطيرها الأفذاذ ونجومها اللامعين وبطولاتها التي تسد عين القارة الأفريقية تصغر مصر بكل تاريخها الرياضي في عيون بعض أبنائها للدرجة التي يرأس اتحادها الكروي أحمد مجاهد، اسم لشخص لا يحمل أي تاريخ كروي أو علامة إدارية مميزة أو سجل نجاح مبهر في عمل شخصي يؤهله لإدارة أكبر اتحاد كروي في المنطقة العربية والأفريقية، اتحاد يضم بين أعضائه أندية صنعت وما زالت تصنع تاريخ الكرة في القارة، أندية يا سادة تملك جماهير بالملايين، بل ولتبكوا إن شئتم بعد أن تتذكروا معي أن هذا الشخص الذي هانت بوجوده في المنصب كرامة اللعبة وكرامة الأندية المصرية العظيمة، يحمل في تاريخه وصمة شطبه من سجلات اتحاد الكرة أبان رئاسة العظيم صاحب القيمة والقامة اللواء حرب الدهشوري، وذلك على إثر واقعة ضربه للحكم في إحدى مباريات نادي الحمول والذي كان يرؤسه أحمد مجاهد. من هنا ليس عجيبا ما نراه الآن من تخبط مواعيد الدوري والعجز عن إقامة بطولة الكأس وضبابية الرؤية في الموسم القادم في ظل ارتباطات المنتخب بكأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم ومشاركات الأندية في البطولات الأفريقية والعربية. فالأزمة التي تعيشها الكرة المصرية الآن، ولنعترف دون مكابرة، أكبر من أن يديرها شخص واحد تحكمه انتماءاته، وليس أدل على ذلك سوى العقوبة السادية بإيقاف شيكابالا 8 شهور لمجرد أنه قاله يا أهلاوي. ولكني هنا لا ألوم على أحمد مجاهد، ولكن اللوم يقع على هاني أبو ريدة الذي ارتكب في حق الكرة المصرية تلك الجريمة الشنعاء باختياره لهذه اللجنة، والتي نعرف أنه اختيار في المقام الأول بهدف تقزيم الاتحاد بعد أن أجبر أبو ريدة على الاستقالة في أعقاب الخروج المهين للمنتخب المصري الوطني في بطولة كأس الأمم التي أقيمت في القاهرة عام 2019. من وقتها والمهندس أبو ريدة يدير الاتحاد عن طريق الفيفا، تلك المؤسسة الفاسدة التي تدار بنظام العصابة وتحكمها الشلالية والمصالح، وانتخابات الكاف كانت تجسيدا حيا لهذه السياسة عندما انسحب جميع المرشحين ليلة الانتخابات بعد أن تم ترضياتهم لصالح مجموعة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا. والقصة لمن يعرفها، هنتكلم دلوقتي بقى على قصة أبو ريدة عمل إيه بقى. والقصة لمن يعرفها، أبو ريدة بعد إقالته واستقالته كما يحب أن تهوى أن تراها، قرر التحايل على غيابه الإجباري بفكرة ماكرة. يعني احنا عرفنا ان بعد خروج مصر من بطولة افريقيا اللي هي كانت اتعملت في مصر سنة 2019، طبعا ان الخروج المخزي امام المباراة اللي كانت امام جنوب افريقيا، على طول في تقدم هاني أبو ريدة باستقالته لانه كان رئيس اتحاد الكرة في ذلك الوقت، هو طبعا ايه واللجنة معاه اللي هي اعضاء مجلس ادارة في اتحاد اللي ايه الكرة، لكن هو طبعا ما نساش ان هو اجبر على الاستقاله، فكان بيدير بقى اتحاد الكوره من ايه من مكانه ايه في الفيفا يعني، وكان طبعا ما كانش عايز يسيبه. فهنشوف بقى عمل ايه بقى في الفتره دي. قرر التحايل على غيابه الاجباري بفكره ماكره، وهي تاجيل الانتخابات لاطول فتره ممكنه وتعيين لجنه مؤقته لاداره الاتحاد لحين يصفو الجو وترضى عنه القيادة السياسية ويعود مرة أخرى، فالعرب آفتهم النسيان. يعني هو طبعا مأجبر على الاستقالة، فهو مش عايز يرجع تاني، فمستني بقى ان هو يعني لما الأجواء تصفو وترضى عنه القيادة السياسية، فلعب اللعبة بتاعت اللجان المؤقتة ان هو يجيب كل شوية لجنة ويديرهم بقى ايه من مكانه في الفيفا يعني. وبعد ان جاء بعمر الجنايني
يعني اول لجنه قلنا ان هو جاب عمرو الجنايني، وبعد ان جاء عمرو الجنايني سرعان ما نشبت بينهما ازمه بسبب انفراد الاخير بالقرار، بل انها كبرت في راسه وفكر بخوض الانتخابات التي كان قاب قوسين او ادنى من اقامتها، فاطاح به انا بوليدو. طبعا هو جاب عمرو الجنايني، وكان هنا في قاعد بدا ان هو يشغل رئاسه الاتحاد الكوره في اللجنه بتاعت عمرو الجنايني، لكن طبعا كان في واحد قاعد له هنا اللي هو شوبير، قدر طبعا ان هو يبلف عمرو الجنايني ويحطه في جيبه، فبقى هو بقى اللي يديله الاوامر ويدير معاه اتحاد الكوره، لدرجه ان هو كبرها في دماغه ان هو يعمل الانتخابات ويخش نفسه هو ايه عمرو الجنايني. وطبعا ديت هنعرف بعد كده ان كان شوبير هو عايز يخش على رئاسه اتحاد الكوره في الانتخابات، فطبعا الكلام ده ما عجبش هاني بوريدا، فاطاح به هاني بوريدا رجل الفيفا الداهيه في لمح البصر ودون اي اخطاء تذكر. والمضحك المبكي ان قرار الفيفا باقاله الجنايني جاء بعد اسبوعين فقط من تمديد مدته لشهرين ينتهي في 31 يناير 2021. يعني عمرو الجنايني لما بقى اتمرد على هاني ابو ليدا بقاش بقى عايز ياخد القرار لوحده، وفكر ان هو ينزل ايه في الانتخابات ويدير الانتخابات، وطبعا دوت شوبير هو اللي كان دافعه لكده، فراح على طول عزله، مع ان هم كانوا من الفيفا كانت مدت لهم المده اللي هم يقعدوا فيها في اللجنه بتاعت عمرو الجنايني، لكن هو جه بقى هاني ابو ريده فعزله بعدها باسبوعين فقط من تمديد مدته لشهرين في 31 يناير 2021. وهكذا جاء ابو ريده بلجنه اخرى، يعني ابو ريده جه بلجنه ثانيه يرأسها واحد من اذرعه الكثيره، يعني واحد من رجالته التي يدير بها عملياته الكرويه. وبهذه اللجنه ضرب ابو ريده جميع العصافير بحجر واحد. اولا ضمن الولاء التام والمود الزؤام فداء له من قبل اللجنه، يعني جاب واحد من رجالته اللي هو احمد مجاهد عشان يضرب كل العصافير بحجر واحد. اول حاجه عملها ان هو ضمن الولاء التام والمود الزؤام فداء له من قبل اللجنه، والثاني تاجيل الانتخابات لحين التسليم من اولي الامر بعودته لرئاسه الاتحاد رغم انف من دفعه للاستقاله، يعني اللي هيأجل طبعا الانتخابات لان ماشي معاه الراجل بتاعه اللي هو احمد مجاهد لحد ايه ما ترضى عنه القياده السياسيه ويظبط الامور بحيث يرجع تاني لرئاسه الاتحاد رغم انف من دفعه للاستقاله، يعني الناس اللي قالوا له استقال هيرجع غصب عنهم. وثالث حاجه منح احد رجاله الاوفياء وهو احمد مجاهد راتبا شهريا قدره 7000 دولار من الفيفا، يعني طبعا راجل عايزه يستفيد، فجاب بقى احمد مجاهد اللي هو حبيبه وصاحبه ان هو يعطي له مرتب 7000 دولار من الفيفا. فالازمه التي تعيشها الكره حاليا ليست في ايقاف شيكابالا وامتهان صوره الرياضه بما حدث من فوضى وتخبط وعدم تنظيم احتفاليه تسليم درع الدوري المصري امام الكاميرات وشاهده عشاق الدوري المصري في كل الدول العربيه، وليس في ضبابيه المسابقات المحليه او ذاتيه القرارات التنظيميه والعقابيه، يعني كل المهازل اللي حصلت بتاعت شيكابالا والتنظيم السيء لتسليم الدرع للزمالك الفائز بالدوري، وكل ده كان على مرمى وبصر كل الاعلام في الدول العربيه، وكمان ضبابيه المسابقات المحليه ومحدش عارف بيعمل ايه، وذاتيه القرارات التنظيميه العقابيه. ولكن الازمه في ايه بقى؟ الازمه في عناد ابو ريده واصراره على العوده، يعني هو مصمم ان هو يرجع لرئاسه اتحاد الكوره، والتي وعن نفسي ارفض عودته، ويجب ان ننهي حاله العبث التي نعيشها وحتى نجد حد كبير نعرف نتكلم معاه. يعني انا طبعا مش عاجبني ان هو يرجع هاني بوريدا، ولازم ننهي حاله العبث ديت ونرجع، عايزين حد كبير نعرف نتكلم معاه يعني ونتفاهم معاه، خاصه وانني اعلم ان جميع الطرق مسدوده لظهور
وجوه جديده طالما ظل ابو ريده مسيطرا على الفيفا والجمعيه العموميه، ولكننا لن نيأس للخلاص منه نهائيا، ونطلب من الفيفا رجل اجنبي لاداره اتحاد الكره المصري. الوقت بقى هقول لكم حاجه مهمه جدا، يعني شفتم يا جماهير الزمالك العظيمه السبب الحقيقي وراء ازمه النجم شيكابالا يوم تسليم درع الدوري. يعني دي معلومه جات لي انا، ايه طبعا ايه هقول لكم عليها وهتسمعوا المفاجاه. اولا ايه سبب المشكله اللي حصلت دي؟ اولا فقد تعمد تدخل احمد مجاهد رئيس لجنه التطبيع في المشكله والاحتكاك مع شيكابالا، وانه لا يقدر حجم المسؤوليه التي يتولاها، ووجد في هذا الاحتكاك فرصه كي يصالح جماهير الاهلي التي انساقت خلف ادارتها واتهمت اللجنه بتعمد اعطاء الدوري للزمالك من خلال ضغط المباريات وتوجيه الحكام، وحتى يثبت لهم ولائه وانتمائه، اعطى اللاعب عقوبه شاذه لا تتناسب حجم الخطأ الذي وصفه مجاهد في تصريحات تلفزيونيه بانه لم يتعدى كلمه انت اهلاوي، فلم يكن هناك سب او قصف او ضرب حتى تكون العقوبه بهذا العنف. يعني اول حاجه كان عايز يرضي احمد مجاهد، عايز يرضي جماهير الاهلي اللي كانت شايله منه وزعلانه بعد طبعا هجوم الخطيب والناس بتوع الاهلي عليه، قالوا ان هو عطى الدوري للزمالك وضغط المباريات والحكام، فطبعا عايز يعمل بونت يعني عند جماهير الاهلي، فقال لك انا احتك بشيكابالا وبعد كده اعمل له اي مشكله وادي له بقى عقوبه جامده عشان الناس تفرح بيا ويسقفوا لي ويقولوا ان انا عندي ولاء للاهلي وينسوا الايه الخساره بتاعه الدوري. ثانيا وهو الاهم والاخطر، شوفوا بقى موقف اداره الزمالك ورئيسها المعين من قبل وزير الشباب والرياضه كان محبطا ومحزنا، فالسيد حسين لبيب والذي تواجد في ارض الملعب لم يشغل نفسه بكابتن الفريق او رغبه اللاعبين او كرامتهم امام اسرهم، بل كان كل همه ان يتسلم الدرع ويظهر وحده في الصوره حتى يستخدمها في الانتخابات اذا قدر له وخاضها. وقد فضحه احمد مجاهد عندما قال ان الاتفاق مع اداره الزمالك ان يتسلم لبيب الدرع وليس كابتن الفريق كما هو متعارف. يعني كل اللي حصل ده كان فيلم كان مترتب بين احمد مجاهد وبين لبيب، ان احمد مجاهد يسلم الدرع للبيب ويكون هو في الصوره في الكادر لوحده علشان ولا يسلمه لرئيس لكابتن الفريق ولا حاجه، عشان هو اللي يكون الصوره هو الوحيد اللي في الكادر، وبعد كده ايه يستخدم الصوره ديت في الانتخابات اذا قدر له ان خاضها. واللي حصل بعد كده ان فضحه احمد مجاهد، احمد مجاهد فضحه وقال ان الاتفاق مع اداره الزمالك ان يتسلم لبيب الدرع وليس كابتن الفريق كما هو متعارف. وكان الموقف الاكثر انبطاحا بيان اللجنه التي تدير الزمالك بعد اجتماعها الطارئ بتقديم تظلم على العقوبه، متجاهلين انتقاد رئيس اللجنه التي تدير الاتحاد على تصرفه المهين وتدخله فيما لا يعنيه. يعني كمان اللجنه عملت بيان، يعني قالت له انت عملت عقوبه على شيكابالا لكن طبعا ما قدرتش توجه له اي انتقاد، قالت له انت ايه اللي جابك هنا وايه اللي تصرفه المهين وتدخله فيما لا يعنيه. ليه؟ لان كان في اتفاق بينهم ان هو اللي يسلم الدرع للبيب علشان ياخد هو الصوره ويقول ان هو اللي جاب الدرع هو ويقدر يستخدمها في الدعايه الانتخابيه بتاعته اذا دخلها يعني، وان شاء الله هيخسر الانتخابات. ودي طبعا دي رساله للجمعيه العموميه ان هذه اللجنه غير امينه ولازم تطرد من النادي فورا، وحتى لو دخلت الانتخابات لازم تسقط بالثلث يعني. وطبعا مستشار مرتضى منصور يعني لازم يستغل الفرصه دي ويعمل اللي احنا قلنا له عليه، يعني يجي يروح يسلم بقى الشكوى بتاعته للفيفا عشان كلنا نحط ايدينا في ايديه وندخل الانتخابات ويكسبها ان شاء الله. ولانها كلها لجان في لجان وجميعهم جاء فرضا علينا واغتصابا للسلطه، في غياب الجمعيات العموميه خرج اعضاء لجنه الزمالك يتحدثون عن الانجاز وكانهم أصحاب
وصناعه والساهرين عليه مما يعرف ببجاحه المختصر. يعني خرجوا بيقولوا احنا عملنا وسوينا وعايزين ايه، ينسبهم الفوز بالدوري ليهم اللي هم جايين من 3 شهور. يعني فاكرين الناس هبله ولا عبيطه؟ يعني دوري بيقعدوا فيه 10 شهور يلعبوا فيه، وطبعا مباريات وسفر ورحلات وتدريبات، ويجوا هم اخر بعد قبل النهايه ب3 شهور، يجي يقعدوا بقى في النادي، والنادي يكسب طبعا بعرق بتوفيق ربنا ودعاء جماهير الزمالك العظيمه، وطبعا رجوله اللاعبين ياخدوا الدوري، ويجوا هم ينسبوا الانجاز ده لنفسهم ويقولوا ان احنا اللي عملنا الانجاز دوت. طبعا دي احنا بنسميها بجاحه المختصر. تخيلوا ان لجنه التطبيع التي تدير اتحاد الكره ويرأسها شخص سبق شطبه من اتحاد الكره لسوء سلوكه وضربه للحكام في الملعب. تصوروا ايضا أن اللجنة التي فشلت في تنظيم تسليم درع الدوري هي التي ستنظم الاحتفالية بمئوية الاتحاد الكرة. طبعا احنا طبعا في دلوقتي سنة 2021 اللي احنا المفروض في 100 عام على إنشاء الاتحاد الكرة المصري، فمفروض هيعملوا احتفالية. فطبعا الناس اللي هم العجزة اللي ما قدروش ينظموا حتى تسليم درع لفريق فايز في ملعب، هل هيقدروا يعملوا حفل ل 100 عام، مرور 100 عام على انشاء اتحاد الكره المصري؟ طبعا اتحاد الكره المصري انشئ سنه 1921، وطبعا احنا قلنا قبل كده وعرفنا ان نادي الزمالك كان له الدور الاكبر في تمصير الكره المصريه وانشاء اتحاد الكره المصري. الى من يهمه الامر؟ الى من يحب هذا البلد ويخاف عليه؟ ارجوكم تدخلوا وانقذوا سمعة مصر حتى لا يتكرر ما حدث في المئوية فتبكي مصر كلها وليس الزملكاوية فقط. يعني احنا طبعا بننده، احنا بننده على اذا كان اللي حصلت في تسليم الدرع للزمالك وتحصل مع ان هم فتبكي مصر كلها وليس الزمالك فقط. عايز اقول لكم يا جماهير الزمالك العظيمه، شوفوا جرائم لاحمد مجاهد قبل ما نروح لبلاوي هاني بوريدا. يعني كان في موضوع، انا قبل ما نخش بقى على جرائم هاني بوريدا، كان في شويه معلومات كده عن جرائم ايه احمد مجاهد عايزين نفكروا بيها. يعني لو كنت ناسي افكرك يا مجاهد، فاكر سرقه الاراضي التي عليها نزاع بين الورثه؟ اخذ والدك اراضي الضعفاء بوضع اليد، مضرب الطوب بتاع ابوك اللي في الحمول بسببه امتلكت اراضي الفقراء، يعني هم سرقوا اراضي الفقراء وباعوها، بايع اراضي المساكين واخذ اموالها لشراء شاليه في بلطيم بعزومات هاني ابو ريده ومجد عبد الغني، كان بيعزمهم على الفسيخ واجود انواع الاسماك الفاخره والسهرات المشبوهه بتكليف من ثنائي تخصص النصب والشيكات بدون رصيد، قال الهواري سحر وحازم المحبوسين حاليا. تاني حاجة، ضرب حكم بمطوة أثناء أحد مباريات الحمول التي كان رئيسها في ذلك الوقت، وبعد ما بعد عمل المحضر، يعني اتعمل له حمر إن هو تعدى على الحكم بمطوة، اتكلفتت الليلة وخرجوه منها على يد خالك عضو مجلس الشعب في ذلك الوقت. بعتم بيع باع التذاكر لبطولة أفريقيا في السوق السوداء بمعونة هاني أبو ريدة وشوبير هبة، ولك في جعبتنا الكثير والكثير من الفساد المالي والإداري يا ابن مجاهد، ونحن وراءك بالمرصاد حتى ينال العدل من الفساد الرياضي أنت وكل من على شاكلتك. والآن طبعا هنتكلم بقى على هاني أبو ريدة والمخرب الأعظم في الاتحاد الكرة المصري. هز الخروج المدوي للمنتخب المصري في ثمن نهائي كأس أفريقيا 2019 الأرض الصلبة التي كان يرتكز عليها ويحتمي بها رجال الاتحاد المصري لكرة القدم بفضل تحقيقهم الصعود الأول للبلاد إلى كأس العالم منذ 28 عام. طبعا احنا كنا الاتحاد دوت كان موجود، وطبعا مصر صعدت لكأس العالم اللي كان في روسيا في 2018،
وطبعا ديت دوت يعني هم فاكرين هم عملوا انجاز يعني. هم طبعا ديت بدعاء الشعب المصري اللي كان نفسه ان هي اللي يقدروا يروحوا كاس العالم، واحنا شفنا مصر وصلت ازاي يعني، ده بدعاء الوالدين يعني ودعاء الجماهير العظيمه يعني. المهم هم طبعا وعملوا مهازل بقى في كاس العالم ده، تيشيرتات وراحوا كاس العالم وجابوا اهاليهم واصحابهم، راحوا على حساب الاتحاد وصرفوا فلوس والبدل اللي جابوها، ويعني سرقه واختلاسات رهيبه يعني. ولكن طبعا ما حدش عمل لهم اي حاجه للاسف، ودي طبعا هي هتبان في الايه في بقيه الحديث اللي انا هقوله دلوقتي. وبعدين لما عملوا بقى مصر نظمت البطوله الافريقيه اللي هي كانت في 2019، وطبعا خرجوا خروج من دور 16. طبعا لما خرجت مصر استقال الاتحاد المصري، وطبعا دي كانت مهزله كبيره يعني. وطبعا الموضوع دوت عمل هزه كبيره بقى تحت ايه الاقدام بقى ايه اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، وفي مقدمه طابور المسؤول المهتز عضو المجلس المكتب التنفيذي للاتحادين الافريقي والدولي ورئيس اللجنه المنظمه لكاس افريقيا 2019 اللي هو هاني بوريدا، الذي قدم استقالته من رئاسه اتحاد الكوره بعد ساعات قليله من توديع مصر للبطوله والتي تستضيفها في الفتره من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019. طبعا ابو ريده احنا هو طبعا كان رئيس اتحاد الكوره قدم استقالته على طول بعد خروج مصر، هو ده طبعا ايه اللي وقامت بقى ايه مشاكل كبيره هنعرفها دلوقتي يعني. ابو ريده الذي ارتكب العديد من الاخطاء الاداريه الفادحه اثناء فتره رئاسته، يعني اثناء فتره رئاسته في اتحاد الكوره انا عمل اخطاء اداريه فادحه اثناء على صعيد المسابقات الانديه المحليه والقاريه. هو متهم بعده اتهامات رياضيه، يعني كان متهم بعده اتهامات رياضيه مثل اهمال الفئات العمريه المختلفه لمنتخبات مصر على مدار السنوات الخمس الماضيه، واستغلال لاعبي المنتخب المصري لاهداف اعلانيه. طبعا احنا كنا في الفتره دي كنا عاملين نشوف بقى منتخب الشباب ما اعرفش 17 سنه لا 18 سنه لا 19 سنه، كان على طول هزائم ومهازل يعني، لان طبعا ما كانش بيهتم بايه بالفئات العمريه ولا بايه، مع ان ده دوره يعني دور اتحاد الكوره الاهتمام بالناشئين والمنتخبات الشباب وكده يعني، لكن طبعا ده كان ولا في دماغهم اي حاجه، كان في دماغهم كلها ايه المصالح الشخصيه والمكاسب. وطبعا استغلال لاعبي المنتخب المصري لاهداف اعلانيه، كانوا بيستخدموهم عشان يعملوا ايه اهداف اعلانيه عشان ايه كل ده حاجه يدور على الفلوس اللي تخش يجيبهم يعني. بالاضافه الى تهمه التقصير في توفير الظروف الملائمه لهم قبل وبقى طريقه مثيره للجدل بعد سحبها من الكاميرون في نهايه عام 2018. احنا طبعا احنا عرفنا ان هم كانوا روحهم وجابوا الفنانين وقرايبهم راحوا الفندق اللي قاعد فيه المنتخب في كاس العالم وعملوا لهم ازعاج، وطبعا احنا عرفنا ان مصر ما جابتش نقطه يعني، خسروا كل اللي المباريات بتاعت كاس العالم يعني. وطبعا ما وفر لهمش الظروف الملائمه، وجت بعدها كمان كاس الامم الافريقيه اللي مصر يعني خدتها بعد ما كان في مشكل سياسي في الكاميرون في 2018، والمغرب رفضت ان هي تعمل الدوره ديت، ومصر قالت ايه؟ قالت ان انا هنظمها في 2019، لكن للاسف طبعا مصر ايه ما كسبتش ايه وخرجت ايه من البطوله. اراد ابو ريده ان يخمد غضب وسائل الاعلام والجماهير المصريه بالتعجيل في تقديم استقالته من رئاسه الاتحاد فور خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في حضور 81 ألف متفرج. وتبعه المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة اللي هو اسمه أحمد مجاهد الذي قدم استقالته مع رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح وباقي أعضاء مجلس الإدارة اللي هم كانوا حازم إمام وخالد لطيف وسيف زاهر ودينا الرفاعي، كلهم استقالوا بعد إيه؟ بعد ما خروج مصر من البطوله الافريقيه. وانهى نائب رئيس الاتحاد اللي هو بسلامته بقى احمد شوبير هذا المشهد بارسال خطاب رسمي الى المدير التنفيذي قال فيه السيد الفاضل النائب
اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، ارجو التكرم بقبول استقالتي من الاتحاد المصري لكرة القدم مع خالص الشكر. يعني كمان شوبير ايه استقال من اتحاد الكرة. والان نتحدث عن كوارث ابو ريده. ايه اللي عمله بقى ابو ريده بقى ايه في من كوارث؟ اول حاجه محاوله الفرار من المسؤوليه القانونيه امام السلطات المصريه لن يكون سهله. يعني عشان يهرب من المساءله القانونيه امام السلطات المصريه لن تكون سهله ابدا على هاني ابو ريده ورفاقه. فلا يزال الغموض يكتنف مصير مكافآت التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي تحصلوا عليها من الاتحاد الدولي الفيفا، وتصل قيمة المكافأة إلى 8 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 164 مليون جنيه بسعر الصرف في شهر ديسمبر 2018. يعني كان أول مشكلة صعب قابل هاني ان احنا هو مش عارفين غموض مصير راحت فين المكافاه دي بتاعت ما وصلوا لنهائي كاس العالم. الفيفا عطت لهم 8 مليون يورو بما يعادل 164 مليون جنيه بسعر الصرف في شهر ديسمبر 2018 لما اخذوا المبلغ من الفيفا. وقد قام الفيفا بصرف مبلغ 2.2 مليون يورو من المكافاه قبل وصول البعثه المنتخب المصري الى روسيا. يعني قبل ما يوصلوا روسيا الفيفا عطت لهم 2.2 مليون يورو لمشاركه في المونديال. وقام الاتحاد المصري بصرف صرف بقى قد ايه 500 الف جنيه لكل لاعب، كانوا حوالي 44 لاعب الذين ساهموا في التاهل الى البطوله، اي انه تم دفع ما مجموعه 22 مليون جنيه. يعني دفع لهم كل واحد 500 الف جنيه لكل لاعب اللي هم كانوا راحوا اللي هم ساهموا في التاهل، يعني اللي ساهموا في التاهل للصعود لكاس العالم اعطوهم كل واحد 500 الف جنيه. يعني فضل يعني صرفهم 22 مليون جنيه بسعر الصرف الحالي، ليتبقى حوالي 15 مليون جنيه مصيرهم مجهول. يعني من الباقي 2.2 مليون يورو صرفوا 22 مليون ما يعرفوش الباقي راح فين، هو بما يعادل حوالي 15 مليون جنيه مع مصيرهم مجهول، مع ال 6.8 مليون يورو التي وصلت للاتحاد فيما بعد. يعني جالهم بعد ال 2.2 إيه جالهم 6.8 مليون يورو التي وصلت للاتحاد فيما بعد، ويستوجب على هاني ابو ريده تبرئه نفسه من قضايا اخرى. يعني احنا قلنا الاول حاجه 6.8 ما قدموش ما عرفوش راح فين الفلوس دي، ويستوجب على هاني ابو ريده تبرئه نفسه ايضا في قضايا اخرى مثل الاموال التي تلقاها من رئيس اقليم الشيشان رمضان قايدروف اثناء اقامه المنتخب هناك بمونديال روسيا. احنا كنا عارفين ان كان مصر كان بتلعب في استاد قريب، فكانوا مقيمين في الشيشان، فكان في رئيس البلد دي اللي كان اسمه رمضان قايدروف حب يعمل فبوريدا عمل تسهيل لزياره محمد صلاح لقصر قايدروف وارغامه على الحصول على نيشان المواطن الفخري، وهو التصرف الذي خلف الكثير من المشاكل لمحمد صلاح مع الاعلام الانجليزي قبل مطلع موسم 2018 2019، ما اثر على تحضيره الفني والنفسي لموسم ليفربول. ويعني وطبعا اعطاهم فلوس عشان محمد صلاح راح الاجتماع راح الزياره دي، وما برضه المفروض ابو ريده يقدم يقول الفلوس دي كام وعامل بيها ايه وراحت فين يعني. وارتكب ابو ريده جرم اخر في حق مصر اثناء فتره رئاسته للاتحاد المحلي، يعني لما كان في اتحاد كوره، فلم يستغل تواجده كعضو في لجنه التسويق التابعه للاتحاد الافريقي. يعني هو كان رئيس الاتحاد المصري لكره القدم وفي نفس الوقت كان في رئيس لجنه التسويق التابعه للاتحاد الافريقي كاف. كان في عقد بين الكاف وشركه اسمها لاجاردير سبورت، دي مفروض ان الشركه ديت شركه من ضمن المتعاقده مع الكاف، وكان مفروض يعمل معاها تعديل العقد المبرم بين الكاف وشركه لاجاير سبورت، دي شركه فرنسيه، ويرفع ارباح مصر من تنظيم كاس الامم افريقيا 2019 من 47 مليون يورو الى مبلغ يقارب من 90 مليون يورو. يعني كان لو كان عمل تعديل العقد بين شركه اللي هي بتعمل لاجاردير سبورت
ممكن يقدر يزود ارباح مصر في تنظيم كاس افريقيا 2019 من 47 مليون يورو، يقدر يوصلها ل 90 مليون يورو، لكن هو ما عملش كده يعني، ما عملش كده وطنش وخسر مصر الفرق ده. وقدم سكرتير الكاف عمرو فهمي ما يكفي من مستندات الى الفيفا تثبت تورط هانا بوريدا مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي لكع في التساهل في حقوق مصر. يعني احنا نرجع نشوف عمرو فهمي كان سكرتير الكاف في ذلك الوقت، عارفين عمرو فهمي ده اللي هو بتاع قضيه نادي القرن بتاع الاهلي يعني. لكن هو في الوقت الحالي قدم مستندات للفيفا تثبت تورط هانا بوريدا مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي لكع في التساهل في حقوق مصر، يعني تساهل وخسر مصر، بقول لك الفرق اللي هو من 90 مليون ل 47 مليون. بعد مراجعه بنود التعاقد مع لاجاردير والتي تتيح للكاف فرصه فسخ العقد بشكل قانوني واعاده طرح حقوق بس مسابقات الكاف للبيع امام الشركات الراغبه في الشراء بسعر افضل من سعر الشركه الفرنسيه. يعني لو كان عدل العقد او كان عمل مناقصه ثانيه عرض سعر ثاني كان ممكن يجيب عرض سعر اكبر يربح مصر فلوس اكتر من تنظيم كاس افريقيا 2019 بسعر افضل عن الشركه الفرنسيه. والله اعلم بقى كان في ايه بينهم مع الراجل بتاع الاتحاد الكره المغربي. ووصلت كوارث وهفوات ابو ريده الى حد التعدي على حدود دوله شقيقه، فبوضع رايه جماعه البوليزاريو على خريطه الصحراء المغربيه بدلا من رايه المغرب في الفيديو الرسمي عن كاس افريقيا 2019. يعني كان في فيديو بيتعمل المفروض كاس افريقيا دي بيجيب الدول المشاركه، كل بلد بيحط العلم بتاعها وفكر عنها يعني في الفيديو الرسمي لكاس الامم. ففوجئنا ان هو حاطط الرايه بتاعت البوليزاريو اللي هي الصحراء دي على خريطه، حاطط الرايه بتاعتها بدلا من رايه المغرب. يعني ده موضوع سياسي احنا مش عايزين نتطرق فيه يعني، لكن هذا التصرف غير مسبوق في مصر تجاه المغرب، وفتح تساؤلات عده حول تقاضي ابو ريده مقابل مالي لاظهار تلك الرايه ولو بضع دقائق. يعني طبعا ده كان قالوا شبهه ان ممكن ابو ريده اخذ فلوس او مقابل مالي عشان يحط تلك الرايه حتى لو بضع دقائق، بما ان له سابقه بالتعاون مع رئيس اقليم الشيشان المتهم بجرائم حرب، وما ضعف من شكوك التعاون بين ابو ريده والبوليزيرو، وذلك اعتذر بعدها. ذلك الاعتذار السريع للغايه الذي قدمه ابو ريده للحكومه المغربيه، وكان الامر مطبخا له بهذه الطريقه، فالهدف كان ان يعرف الافارقه وعشاق كره القدم شعار رايه البوليزاريو ويكون متتبعي البطوله بالتنقيب والبحث عن اخبارهم. طبعا الكلام ده يعني مهازل كبيره، يعني مش سايبين حاجه لا سياسه ولا تجاره ولا حاجه، كله بمصالح شخصيه ونهب وفساد. وطالب المحامي جمال سمير محرم النائب العام المصري المستشار نبيل احمد صادق في ذلك الوقت بالتحقيق في كافه المخالفات الاداريه والماليه لهنا بوليده واعضاء اتحاد الكوره عن طريق تقديم بلاغ رسمي يتهمون فيها بالاستيلاء واهدار المال العام. وتم توجيه البلاغ ضد مجلس اداره اتحاد الكوره باكمله، وخاصه بالذكر رئيس لجنه المسابقات عامر حسين ورئيس لجنه شؤون اللاعبين محمود الشامي. وذكر البلاغ ان الدوله تنتهج في جميع مؤسساتها وفي جميع القطاعات توجيه مصادر الانفاق بما يتفق مع ما تمر به الدوله من ظروف اقتصاديه وسعيا لتحقيق الصالح العام. طبعا احنا على طول قام واحد محامي رفع قضيه و ضد بقى فساد بقى ضد اعضاء اتحاد الكوره والناس اللي موجوده فيها يعني، وجاب لهم كل المستندات وعمل بلاغ وعمل بلاغ للنائب العام، واتهم بقى عامر حسين وشؤون اللاعبين الشامي وبلغ وبلغ بالفساد وسرقه المال العام. واضاف البلاغ هدف المؤسسات هو الحفاظ على المال العام ومكافحه الفساد بكافه صوره واشكاله وعدم اهمال المال العام، حيث ان ما تم اهداره من مال عام وما تم الحصول عليه من تبرعات او دعم من الداخل
والخارج، خاصة أن مؤسسة اتحاد الكورة تخضع لقوانين دولية منظمة. وختم المحامي الشهير بلاغه: لا يمكن التدخل في شؤون الاتحاد المحلي وفقا لقوانين الفيفا، ولكن قوانين وتعليمات الفيفا تؤكد أنه إذا ثبتت أو تواجدت شبهة فساد أو استيلاء على الأموال فإن الأمر متروك للجهات المعنية داخل الدولة للتحقيق. وتلقى خافير أجيري اللي هو كان مدرب المنتخب في بطولة أفريقيا، اللي هو الراجل المكسيكي، راتبا شهريا تعدى 107 ألف يورو منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب المصري الأول في أغسطس 2018. وبعد إقالته بقرار من هنا بوريدا، يستجوب على الاتحاد المصري تسديد مبلغ يفوق ال 200 ألف يورو كتعويض للمدرب المكسيكي ومعاونيه. يعني هم شالوا بعد ما أقالوا لازم يدفعوا إيه اللي هو شرط الجزائي اللي هو شهرين وما يعادل 200 ألف يورو كتعويض للمدرب المكسيكي. طبعا دي خسائر رهيبة جدا، وإهدار المال عام، وما حدش بيحاسب حد. بعد كده حصل حاجة غريبة جدا، سرقة أدلة في قضية فساد الاتحاد المصري لكرة القدم. نشر المحامي اللي هو اللي عمل الشكوى دي اللي اسمه جمال محرم، الذي تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الاتحاد المصري لكرة القدم في الفساد، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تويتر لواقعة سرقة مستندات يقول انها تثبت وقائع الفساد التي ابلغ عنها. يعني فوجئنا ان المحامي ده بيقول ان العربية بتاعته سرقوا منها الملف اللي هو الفساد بتاع اتحاد الكرة. وقال المحامي للصحف المحلية انه اكتشف السرقة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي بعد مغادرة مكتبه في منطقة مصر الجديدة، حيث فوجئ بكسر زجاج السيارة سرقة ضغط يعني. وأضاف أنه حرر محضرا بالسرقة في قسم الشرطة، مشيرا إلى أنها مدبرة لإخفاء الأدلة والمستندات التي تدين أعضاء في الاتحاد بالفساد والاستيلاء على المال العام. يعني ممكن الله أعلم يكون بقى حد كان متبع الراجل دوت وسرقوا منه المستندات عشان ما يقدمهاش. يعني ده شغل كله ايه، شغل عصابات يعني. يذكر ان محرم كان قد تقدم ببلاغ النائب العام بدايه الشهر، اتهم فيه مجلس اداره الاتحاد المصري وبعض المسؤولين بالاستيلاء على المال العام واهداره، وتفجرت قضيه فساد اتحاد الكوره عقب الخروج المبكر للمنتخب المصري من ثمن نهائي كاس الامم الافريقيه التي اقيمت على ملاعبه وتوج المنتخب الجزائري بلقبها، وترتب على الخسارة أمام جنوب أفريقيا استقالة مجلس الإدارة بعد إقالة الجهاز الفني للمنتخب. وطبعا ولقيت واقعة السرقة سخرية عارمة على موقع التواصل الاجتماعي التي استغلها مقدم البلاغ نفسه في إيصال مقطع فيديو إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على تويتر، من خلال إعادة بعض تغريداتها بوضع مقطع فيديو عملية سرقة السيارة. يعني بعد طبعا الناس قاعدة تتريق على المحامي ده، ولكن المحامي ده قال فعلا ان المستندات اتسرقت وعمل فيديو وبعته على الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه، لكن طبعا كل ده كلام في الهواء وما حصلش اي حاجه ولا حد يتحاسب، والعمليه كلها اترمخ عليها كالعاده يعني. خليفه ابو ريده: الاخطاء التي اقترفها هاني ابو ريده او الخراب الذي خلفه لكره القدم المصريه فتح باب لترشيح عدة أسماء لرئاسة اتحاد الكرة، سواء بالانتخاب بعد عام من الآن أو بالتعيين إذا تطلب الأمر، كي لا تضيع فرصة مصر في التأهل لمونديال 2022 قبل الأوان. يعني بعد ما هاني أبو ريدة استقال كانوا طبعا عايزين يجيبوا، والكلام ده هنعرفه بعدين، إن هو قال إن الفيفا كانت عايزة تعين واحد أجنبي. فالمهم قال لك بقى طب نعمل لجنة، طب نعمل نرشح حد، فكان لمدة عام يعني كان في اقتراحات يعني. فالمهم كان في مترشحين، اللي قال لك احنا لازم نعمل اتحاد كرة يكون سليم يعني يكون موجود عشان ايه نقدر نعمل ندخل في تصفيات مونديال 2022 قبل بقى الاحسن ايه تضيع علينا يعني. هم يهمهم مصلحة مصر، هم طبعا بيدوروا على مصالحهم الشخصية. السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ورئيس لجنة مسابقات فيفا السابق مصطفى فهمي يعد ابرز واقدر المرشحين لخلافه هاني ابو ريده لتمتعه بخبرات عاليه وقدرات خاصه في الاداره. يعني بعد ما مشي ابو ريده كان المرشح اللي هو مصطفى فهمي. مصطفى فهمي ده اللي هو بتاع قضيه نادي القرن. يعني هي ده كان مترشح، كان عنده خبرات عاليه وقدرات خاصه في الاداره.
كما انه قليل الظهور في وسائل الاعلام، يعني راجل ما بيطلعش في الاعلام كتير، وقليل الكلام وكثير الفعل، يعني بيشتغل من تحت لتحت يعني. ومصطفى فهمي ظل في منصب سكرتير عام الكاف لمدة 28 عام، وفي سبتمبر 2010 استقال للتفرغ لعمله الجديد في مع الفيفا بالإشراف على لجنة المسابقات، يعني كان في لجنة المسابقات في الفيفا بدلا من الأمريكي جيم براون، ليكون أول عضو من خارج الاتحاد، دول الاتحاد الأوروبي والأمريكتين، يعني أول واحد عربي يمسك لجنة المسابقات في الفيفا اللي هو مصطفى فهمي ده، يتولى هذا المنصب في تاريخ الفيفا. وبعدها بأربعة أعوام تولى منصب مدير بطولة كأس العالم في 2014 في البرازيل، يعني ده كان راجل واصل يعني، يعني قدر ان هو ياخد مدير بطولة كأس العالم اللي كان في البرازيل 2014، ودي اللي فازت بيها ايه ألمانيا. وتردد اسم مصطفى فهمي بقوة أكثر من أي مرشح آخر لتولي زمام أمور الاتحاد المصري، بينما طالب البعض مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي ولاعب الأهلي والإسماعيلي الأسبق محمد فضل بعد إدارته المميزة لملف تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019. يعني كان برضه مترشح اللي هو محمد فضل، اللي هو كان مدير التعاقدات السابق في الأهلي، كان بيلعب في الأهلي وكان مدير التعاقدات وكان بيلعب في الإسماعيلي والأهلي، وهو كانوا معينينه، وكان هاني أبو ريده معينه ان هو ايه اداره في تنظيم بطوله افريقيا 2019 يعني. ولعب محمد فضل دورا هاما في تطوير الملاعب الرئيسيه لكاس افريقيا وملاعب التدريبات، كما اختار واكتشف عناصر شبابيه ساعدته على تنظيم الحدث بصوره تليق بسمعه مصر حتى الان. ولكن طبعا ده كان اقتراح برضه ان هم يجيبوا احمد فضل رئيس اتحاد الكره، كما يتمتع بفضل بافكار حيويه وجديده مقتبسه من التجارب الحديثه في الملاعب الاوروبيه، ويراه البعض الرجل الانسب لقياده مرحله جديده مختلفه لكره القدم. يعني ده كان اقتراح ان هو، وهذا ينحصر الاختيار ما بين رجل خبير اللي هو مصطفى فهمي مراد فهمي، وشاب صغير اللي هو محمد فضل على مقعد الاكثر سخونه في مصر خلال الاشهر القادمه، خاصة مع بداية مشوار تصفيات التأهل إلى مونديال قطر. لكن هل يسمح رؤساء أندية الدوري المصري بانتخاب رئيس في سن صغير مثل فضل الذي سيكمل عامه 39 مطلع أغسطس المقبل، يعني واحد صغير عنده 39 سنة؟ كانوا خايفين طبعا إن رؤساء الأندية ما يقبلوش إن رئيس اتحاد يكون صغير في السن يبقى هو يتعامل معاه، ما دي حاجة ملهاش أي علاقة يعني. وهل سيقبلوا التعامل مع رئيس صاحب افكار مختلفه عن تلك التي اعتادوا عليها لسنين طويله؟ يعني هم اخر واحد عنده افكار جديده وحديثه، وهم طبعا اعتادوا بقى على نظام بقى الشلاليه والجماعه القديمه بتاعت اتحاد الكره، فبيقولوا يعني هل الناس يعني مش عايزين تغيير ابدا، عايزين هم بنفس تفكيرهم بنفس طبيعهم يعني اللي طبقوا الناس عليها. إلى ذلك تنص لائحة اتحاد الكرة المصري على تولي المدير التنفيذي للاتحاد اللواء ثروت سويلم منصب الرئيس في حال استقبال الرئيس المنتخب هاني أبو ريده على ما يبقى من منصبه لمدة 3 شهور، يحدد خلالها الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية المبكرة. يعني هي اللائحة بتقول إن المدير التنفيذي لما يستقيل رئيس اتحاد الكرة يمسك اللي المدير المنصب المدير التنفيذي اللي هو كان في الوقت ده اسمه اللواء ثروت سويلم، يمسك لمده 3 شهور، يحدد بعدها لحين ايه الانتخابات الرئاسيه المبكره. طبعا بعد كده هنشوف بقى ان هو جاب بقى اللجان بتاعت عمرو الجناني والتاني اللي هو احمد نجاح. ابو ريده امام فضائح فساد بعد استقالة جبريه. وقررت السلطات المصريه فتح ملف الاسود لهاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بعد التستر عليه، خلاص الدوله هتشتغل بقى. رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التستر عليه سابقا، يعني تسترت عليه سابقا، طبعا ده امتى؟ في بعد بطولة كأس العالم. يبقى قررت السلطات المصرية فتح الملف الاسود لهاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التستر عليه سابقا، وذلك كرد فعل على فضيحة الخروج من دور ال 16 في بطولة كأس افريقيا على ارض منتخب الفراعنة. وذكرت مصادر ان الجهات الرقابيه
في النظام المصري ستحقق في كأس أمم أفريقيا، وفساد اتحاد الكرة ومخالفات مالية وإدارية سببت في ظهور المنتخب بشكل متواضع والخروج على يد جنوب أفريقيا أمام 70,000 متفرج مشجع. ويواجه الاتحاد المصري اتهامات بالتربح من عمولات الشركات الراعية وصفقات وراء تعيين خافير أجيري وميشيل سالجادو بالجهاز الفني والتدخل في بيع التذاكر. طبعا احنا سمعنا ما هذه الكبيره ان اتفق معاه على المرتب اللي هو خافير أجيري وميشيل سالجادو ده، وبياخد هو تقريبا ربع المبلغ اللي متفقين عليه والباقي بياخدوه في جيبهم. يعني حاجه، يعني دي عزبه عزبه. وتقوم الشكوك حول فساد أبو ريدة منذ عمله في الاتحاد الدولي فيفا في فتره بلاتر وفي الاتحاد الافريقي مع عيسى حياته ودوره في دعم احمد المغمور حتى اصبح رئيس الكاف. لكن هاني ابو ريده وجد الدعم الكامل من الدوله المصريه، ولكن هاني ابو ريده وجد الدعم الكامل من الدوله المصريه، ولم يخضع اتحاده للتحقيق رغم فضيحه كاس العالم في روسيا، غير ان الاخفاق المهين في كاس الامم اخرجه من دائره الثقه. يعني بعد ما خلاص بقى ساعدوه وقدروا عليه في كاس العالم، لكن بعد افريقيا بقى ما قدروش بقى يصبروا عليه. ابو ريده يعلن استقالته واقاله الجهاز الفني لمنتخب مصر، وفي المقابل كان النظام الحاكم في مصر يود استغلال البطوله الافريقيه في تجميل صورته والاستفاده منها سياسيا واحتساب التتويج باللقب ضمن انجازاته، لكن النتيجه جاءت عكسيه بعد ان زادت من بشاعة الصورة. يعني للأسف ما خدناش كأس أفريقيا، كان يعني النظام كان عايز يحسن الصورة يعني. وتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإلزام أبو ريدة ومجلسه بتقديم الاستقالة بشكل إجباري، ولكن من وراء الكواليس تجنبا لمخالفة قواعد فيفا التي تحظر التدخل السياسي في الرياضة. يعني بعد كده تدخل الرئيس السيسي إن قال لأبو ريدة لا تستقيل، وطبعا دي في الكواليس ايه، علشان طبعا الفيفا بتمنع التدخل الحكومي، يقوم يقول لك تحظر التدخل السياسي في الرياضه. ده طبعا ده كلام احنا كلنا عارفينه. يعني في موضوع بقى تاني بيحصل في انتخابات بتاعه الكاف وانتخابات بتاعه اللجنه الفيفا، يعني فانتقادات لملابسات انتخاب المصري ابو ريده باللجنه التنفيذيه. يعني هو عشان ينجح في المناصب ديت في الفيفا والكاف يعني بيعمل شغل كبير جدا يعني، ففي انتقادات بتجيله بسبب هذه الانتخابات. فقال عضو سابق بلجنه الحوكمه في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا انه كانت هناك مزاعم خطيره بشان انتخاب المصري هاني ابو ريده لعضويه اللجنه التنفيذيه بالفيفا في مايو ايار. وفاز ابو ريده على الكاميروني زيلكفلي نافو جودا برصيد 50 صوت مقابل 4 اصوات. يعني كان في انتخابات على المقعد دوت اللي هي العضو اللجنه التنفيذيه، وكان قصاده واحد كاميروني كسبه باخذ 50 صوت والراجل الثاني اخذ 4 اصوات بس في اقتراع نظمه الاتحاد الافريقي لكره القدم. وقال ميجيل مادورو العضو السابق بلجنه الحوكمه ان ناغوفونجا اللي هو الرجل اللي هو الكاميروني زعم ان ابو ريده اقام حفلا وتكفل بتذاكر الطيران لوفود من اتحاد اخرى. يعني المفروض الانتخابات دي بيبقى في اللي بيدي اصواتهم فيها رؤساء الاتحادات، اتحاد مصر وليبيا والمغرب والسعوديه والبلاد والافريقيه طبعا اللي هي يعني مش العرب بس، يعني لان طبعا دي بتبقى الاتحاد الافريقي يعني. فبلاد افريقيه الكاميرون السنغال الحاجات دي هو عمل لهم حفله كبيره وتكفل برحله الطيران، جاب لهم طياره خاصه كانوا على حسابه عشان وجود اتحادات عشان ياخد اصواتهم، يعني بمعنى اصح بيشتري الاصوات يعني. واضاف البرتغالي اذا كان هذا حقيقيا فانه انتهاك للمبادئ التي يجب ان تجرى في ظلال الانتخابات. يعني طبعا دي مش عداله ولا شفافيه ان واحد عنده يروح يشتري كل الاصوات من الناس، يعملوا حفله ويجيب لهم طيران على حسابه يوصلهم لحد مكان التصويت. وجاء تصريحات مادورو التي تم خلعه من منصبه في الفيفا في مايو اثناء خطاب القاه امام لجنه برلمانيه بريطانيه. وفي يوم 4 مايو
استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يرأسه أبو ريدة حفلا وصف أنه مراسم احتفال. يعني كان الحفلة فين بقى؟ في مصر كمان. يعني استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم حفلا بيسموه مراسم احتفال للترحيب برئيس الاتحاد الافريقي المنتخب حديثا اللي هو احمد حينزاك في القاهره، حيث يوجد مقر الاتحاد. يعني كان في استغلهم ان وجود رئيس الاتحاد الافريقي فعملوا احتفال كبير حيث يوجد مقر الاتحاد، وحضر الحفل عدد من رؤساء اتحادات الكره في افريقيا وكذلك اعضاء في الاتحاد العربي. وفي اليوم التالي جرى تنظيم رحله للمدعوين لزياره الاهرامات في الجيزه، يعني ايه ظبطوهم يعني روقوهم ايه بمعنى اصح يعني. وتولى تنظيم الحفل الراعي الرسمي للاتحاد المصري، يعني حتى الراعي الرسمي هو اللي عمل لهم الحفله ديت من فلوس الرعايه، قبل ان ينقل الوفود العربيه والافريقيه الى البحرين على متن طائره خاصه. يعني كمان عمل لهم طياره خاصه ونقلهم الوفود العربيه والافريقيه على حساب الاتحاد المصري اللي هو الشركه الراعيه، وطبعا كل ده عشان يدوا اصواتهم لمين؟ لهنا بوريدا. وانتخب ابو ريده يوم 8 مايو في العاصمه البحرينيه المنامه التي استضافت اجتماعا لكونجرس الفيفا يوم 10 و11 من الشهر نفسه، والذي شهد خلع مادورو من منصبه. وقبل التصويت اشتكى اللي هو الكاميروني نغفونجا وهو مسؤول سابق بالفيفا للتطوير في افريقيا لفريق مادورو من انه محروم من فرصه الحديث مع الوفود، يعني ما قدرش يتكلم الوفود يعني يعرفهم يعني ببرنامجه عشان ينتخبوه. وقال مادورو من الطبيعي الا تسمح للاتحادات المرشحين المختلفين بالتحدث في الكونغرس، وهو ما يمكن فهمه اذا كان هناك العديد من المناصب والعديد من المرشحين. واستدرك بالقول، لكن هذا المرشح رفض مبدئيا دون التواصل، رفض مبدئيا دون التواصل حتى مع لجنه الحوكمه، يعني كان متظبط المواضيع يعني. واضاف اوصت لجنتنا بان يمنح فرصه للحديث، مشيرا الى ان اللجنه قالت هذا الامين العام للفيفا فاطمه سامورا التي ابلغت بها الاتحاد الافريقي وتابع لهذا كنا نعتزم التحقيق في الامر. وقال نوفونجا انه لم يحصل على تاكيد رسمي بامكانيه خوض الانتخابات الا قبل 3 ايام من اجراها. وروى للبي بي سي الجريده انه في يوم الانتخابات تم اخطار الوفود بانه سمح لي الدخول مؤقتا راسيما يجري التحقيق من الاهليه، وبانه حتى اذا فزت فان سمه احتمال ان اسقط في اختبار التحقق من الاهليه. واضاف قالت لي بعض الوفود لاحقا كيف كان لها ان تصوت لصالحي وهي تعلم اني قد استبعد لاحقا. واوضح انه لجا الى تطبيق رسائل واتساب كي يتواصل مع الوفود. وتقدمت بي بي سي بطلب الحصول على تعليق من ابو ريده، لكننا لم نتلقى ردا حتى كتب هذا السطور. يعني طبعا معروف الانتخابات دي لعبه انتخابات، بيبقى في تظبيط وشراء الاصوات وهدايا وكده، وطبعا ابو ريده كان بيستغل الاتحاد المصري لما كان موجود فيه والشركات الراعيه في تظبيط كل الحاجات دي. لكن طبعا لما تيجي تعمل الحاجات دي لمصلحه مصر ماشي، يعني انت بتاخد منصب عشان تفيد بلدك، لكن لما تاخد منصب وتاخد فلوس يعني تصرف من فلوس الدوله علشان تاخد منصب وتفيد بمصلحتك وعصابه انت معاه، لا بقى مش هنسيبك بقى، لا ده الكلام ده ما ينفعش. وبعدين شفنا بقى في بدايه هذا العام لقاء المهندس هاني ابو ايده مع عمرو اديب في برنامج الحكايه في مارس 2021. طبعا هتشوفوا بقى كلام مختلف تماما عن الكلام اللي انا قلته في الاول، يعني كذب، عشان تشوفوا الكذب اللي احنا ايه بنشوفه من الناس دي. تحدث ابو ريده عن اهميه منصبيه في المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي الفيفا والافريقي، ثم نفى خوضه انتخابات الاتحاد المصري المزمع عقدها في سبتمبر واكتوبر 2021، كما نفى رغبته في معاوده الترشح مره اخرى لرئاسه الاتحاد، واكتفى بقوله انه يوجد كوادر موجوده حاليا يمكنها اداره الاتحاد خلال الفتره المقبله. يعني هو جاي بيقول انا موجود في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي الفيفا، لكن يا عم انا مش ناوي اخش الانتخابات في اتحاد الكوره. يعني راجل طيب يعني. واكتفي بقوله ان يوجد كوادر موجوده، فين هي الكوادر دي؟ كوادر ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ اللي هي احمد مجاهد التي يمكنها إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وطبعا نسى بقى اللجان عمرو الجناني، وبعد كده لجنه احمد مجاهد عشان يرجع يخش الانتخابات. وقال ابو ريده ايضا ان مصر مقبله على مئويه الاتحاد المصري لكره القدم، والذي تم انشاؤه عام 21 1921، وانه يجهز لملف 100 سنه كره، كما ابدى رايه في مجلس عمرو الجناني، كما تحدث عن موجه الرفض التي واجهته لرفض مجلسه، وقال ده كلام اعلام ما تزعلش مني، يعني قالوا له، يعني سالوا عمرو اديب بيقول له يعني كان في رفض للمجلس بتاعك والكلام ده، فقال له ده كلام اعلام ما تزعلش مني، لما اتغلبنا من جنوب افريقيا ودي كره القدم، انا اول واحد تحملت المسؤوليه، وانت على بقى عارف ان اخر 9 مباريات لم نهزم في اي مباراه، وكانت الموجه عاليه شويه وحسسوني ان احنا بنروح كاس العالم كل سنه، يعني احنا كنا بنكسب لكن خسرنا ماتش جنوب افريقيا، يا سيدي ما هي دي ما بتحصل، دي كره قدم يعني. وعبر المهندس هاني ابو ريده عن رضائه عن الفتره التي عمل بها رئيسا للاتحاد، كما نفى ان يكون له علاقه في احضار اللجنه الثلاثيه برئاسه المهندس احمد مجاهد، كما تحدث عن علاقته باحمد مجاهد واثنى عليه في تحدثه عن اتهامه بانه له يد في كل ما يحدث في الاتحاد المصري لكره القدم، وذا تاثير على ما يجري في الاتحاد، يعني قال انكر ان هو له يد في تعيين احمد مجاهد، وانكر ان هو قال لك انا ماليش دعوه، واحمد مجاهد راجل كويس وراجل محترم واثنى عليه، وهو بيدير الاتحاد بطريقه كويسه يعني. كما تحدث ابو ريده عن مشكله منتخب الشباب في تونس، وقال انه كان هناك اهمال، وقال لماذا المنتخب المصري فقط هو من اصيب بالكورونا دون المنتخبات الاخرى، وتحدث عن الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب اللجنه الاولمبيه مع نادي الزمالك، كما تحدث عن مسانده الدول العربيه له في الاتحاد الدولي. طبعا اتكلم عن مشكله تونس اللي قلنا عليها بتاعت منتخب الشباب، كلهم جالهم كورونا، فقال لك اشمعنى الفرق الثانيه ما جاتلهمش كورونا، وطبعا الموضوع الثاني بتاع المشاكل وكده ديت اتكلمنا عليها قبل كده مش هنتكلم عليها ثاني، بتاعت منتخب الشباب في تونس. وتحدث طبعا قال لك المشكله بتاعت نادي الزمالك مسانده الايه يعني اللجنه الاولمبيه، يعني ده غلط اللي عملته، كما تحدث عن مسانده الدول العربيه له في الاتحاد الدولي. وقال هاني ابو ريده عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ان ما تاخذه اللجنه الاولمبيه عن كره القدم لا يعترف به من الاتحاد الافريقي والدولي، وقرارهما ليس ايجابيا بالنسبه لكره القدم. طبعا هو عمل الكلام ده عشان يبعد الشبهه عنه ان هو يتدخل، او مرتضى منصور ما يكسبش عداوته او جماهير الزمالك، بحيث يعني يقول لك انا ما لا الفيفا اللجنه الاولمبيه لما عزلت مرتضى منصور 4 سنين ده خطا ومفروض ما يعملش كده، يعني عايز يبين نفسه ان هو بريء. طب ما قالش ليه اللي بتوع نادي الزمالك يعملوا شكوى للفيفا؟ ما قالهمش كده ليه يعني؟ واشار ابو ريده خلال لقاء مع عمرو اديب في برنامج الحكايه ان بناء على الاتحادين الدولي والافريقي والقوانين لا يجوز ما فعلته اللجنه الاولمبيه، وان هناك لجان عموميه تضع لائحه تطبق، مشيرا الى انه رغم اهميه الالعاب الاولمبيه ولكن تبقى كره القدم هي الاثقل. واردف عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكره القدم ان تدخل اللجنه الاولمبيه في امور واداره الزمالك ليس صحيحا، لان نادي الزمالك والاهلي هما كيان خاص ولا يجوز التدخل في امورهم. طبعا بيتكلم بقى عن عايز يبين ان هو بريء وملوش علاقه. طب يعني كنت ساعد يا سيدي، يعني شايف الزمالك بيتدمر قول لهم اعملوا شكوى للفيفا، تعالوا اعملوا اي حاجه يعني، لكن انت واقف تتفرج يعني. وبعدين في نفس الوقت بقى ده لقينا عدو اللدود، اللي هو عدو مين بقى؟ عدو هاني ابو ريده اللي هو احمد شوبير، فهو بيعمل البرنامج دوت مع عمرو اديب، عمل تغريدات غامضه، تغريدات غامضه من شوبير اثناء ظهور غريمه عمرو اديب، بيقول ايه بقى؟ بيقول لي كاني شفت الفيلم ده قبل كده يعني. طبعا ما هو لما الحراميه تقع مع بعضها تظهر الحقيقه، يعني الحراميه لما تقع مع بعضها هتبان الحقيقه بقى مين عمل ايه. اطلق الاعلامي، طبعا للاسف ان هم بيقولوا عليه اعلامي، هو مش اعلامي، احمد شوبير عددا من التغريدات عبر حسابه، وذلك اثناء لقاء المهندس هاني ابو ريده مع الاعلام عمرو اديب. وقال في شوبير في سلسله تغريدات اعتبرها البعض
ردا على ابو ريده: يا جماعه انا حاسس زي ما يكون شفت الفيلم ده قبل كده. واضاف ساخرا: بيقول لك كانوا هيجيبهم اجانب لاداره اتحاد الكره المصري بس احنا منعناهم. وتابع: هم مش كانوا بيقولوا برضه انه عشان يتم الترشح للمناصب الدوليه لازم يكون رئيس اتحاد بلاده؟ طبعا الكلام ده كان هو قاله قبل كده عشان يترشح لاي منصب، كان قاله هنا ابو ريده قبل كده، عشان اي يترشح لاي منصب في الاتحاد الدولي لازم يكون الاتحاد ايه محلي، الاتحاد يكون رئيس الاتحاد في بلده المحلي. واستدرك بالمناسبه موتسيبي، موتسيبي دوت اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي الجديد الحالي، ده جنوب افريقي، كان رئيس نادي سان داونز الجنوب افريقي وعمره ما كان حتى عضو في اتحاد كور في بلاده، يعني هو من رئيس النادي اللي هو سان داونز بقى رئيس الاتحاد الافريقي ديركت. واستكمل: صحيح، هي لائحه اتحاد الكوره التي اقرتها الجمعيه العموميه فين؟ شكلها كده هتحصل لائحه اللي تم اعتمادها قبل كده وللاسف اختفت في ظروف غامضه دون ادنى احترام للجمعيه العموميه. يعني دلوقتي وقعوا في بعض بيقولوا بقى ان حتى اللائحه اختفت ولا اتسرقت ولا ما اعرفش ايه. وتساءل هم برضه مش كانوا بيقولوا ما ينفعش ابدا المد للجنه؟ يعني اللجنه كان بيقول انها هتقعد 3 شهور وبعد كده مدوها. إيه سبحان الله، اللجنه الحاليه تم المد لها لنوفمبر المقبل. إيه ممكن بس حد يفهمنا اشمعنى؟ يعني بيتريق عليهم شوبير على انا بريده. واضاف بقى بيقول لك هناك جمعيات عموميه تضع لوائح ولا بد من احترامها. طب يا سيدي فين لائحه اتحاد الكوره اللي ضايعه من فبراير 2019؟ وانهى كلامه: اخر حاجه خدوها مني حكمه، اول ما واحد يقول لك انا مش ناوي، يعني مش ناوي اترشح، تعرف انه عزم النيه خلاص. هو طبعا احنا كنا عارفين ان شوبير عايز ايه يدخل في انتخابات ايه اتحاد الايه الكوره كرئيس اتحاد الكوره عشان تبقى كملت، يعني هي ناقصه يعني. اما بخصوص الموضوع الجديد اللي احنا سمعنا عنه امبارح اللي هو بخصوص شراء حزب مستقبل وطن لنادي كوكاكولا الصاعد الدوري الممتاز هذا العام، فانا مش مستوعب فكره ان نادي سياسي، ان حزب سياسي يمتلك نادي وما يكونش ده اسمه تدخل حكومي. يعني هل ده هيبقى تدخل حكومي ولا نادي؟ مش فاهم ده يعني ليه اشتروه، يعني ايه السبب؟ عايزين نعرف. خاصه ان هذا الحزب يمثل اتجاه الدوله والنظام الحاكم، يعني ده نظام حاكم. لو قلنا نادي اجتماعي ماشي، لو نادي اجتماعي الاسر هتروح تقعد فيه ولا يشربوا شاي ولا حمام سباحه ولا الكلام ده. لكن انت عايز تعمل نادي كوره، يعني هتخش في مسابقات، ده ايه ده بالظبط يعني؟ وده والحزب ده بيمثل اتحاد الدوله اتجاه الدوله ونظام الحاكم. لكن دي مش مشكلتي بقى، المشكله والمصيبه ان احمد شوبير اللي في عز ما مصر منتظره التطهير وحكم عادل في القضيه الخاصه بالفلوس اللي اخذها من الغلابه عشان يفتح مركز غسيل كلوي في طنطا وما فتحش حاجه لحد دلوقتي، يتم تعيينه نائب رئيس لهذا النادي. نائب رئيس لهذا النادي الصاعد الذي تملكه الدوله من خلال استحواذ حسابها الرسمي عليه، وحضرتك لسه بتقول الكل هيتحاسب. حساب مين؟ الحساب عند الله سيد الفضل. وتعيين شوبير كنائب رئيس نادي فيوتشر كوكاكولا سابقا دليل على ان لا مساس بالفساد والكل بيحمي الكل. وارسلت الان الى اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير نادي الزمالك وقد تحدد باب الترشح لانتخابات الزمالك 21. فانا بقول لهم خلي بالكم اصواتكم هي اللي بتجيب رئيس النادي، فاعطوا اصواتكم للي يستاهل ويكون قادر على قياده نادي الزمالك العظيم في ظل هذه المنظومه الفاسده حتى نتمكن من القضاء عليها. ولا تسمعي كلام الاعلام اللي بيلمح في حسين لبيب اول الذي ترشحه الدوله. يعني لا تسمعي كلام الاعلام اللي عمال يلمح الوقت في حسين لبيب، طبعا ايه لان هو ده اول واحد ايه هترشحه الدوله. وانا قلت لكم دلوقتي على اللي عمله في فضيحه ايه تتويج بدوري الزمالك 2021. اذا تواجد المستشار مرتضى منصور في الانتخابات وراينا الاجواء جيده وكان قد قدم بشكوى للفيفا سنقف معه، واذا اعتمد فقط على الوعود والصفقات سوف ننزل بقائمه الانقاذ
وسنراقب الانتخابات للتأكد من نزاهتها حتى نفوز بها بعون الله وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك العظيمة. وأنا بقول لكم دلوقتي يا جماهير الزمالك، كملوا في أفراحكم يا زملكاوية بالدوري، وافرحوا بلاعيبتكم وكيدوا الأعادي، إحنا لسه فرحانين وإن شاء الله اللي جاي أحسن. لكن برضه أنا عايز المشاهدة حاولوا تشيروا الفيديو ده لأكبر قدر من الناس، لأن الوقت فيه معلومات خطيرة جدا، وهو ده اللي إحنا عايزين إيه ننشر الكلام بتاعنا علشان كل الناس نقف مع بعض، لأن إحنا بالاتحاد هو اللي هنقدر ننقذ نادي الزمالك من اللي هو فيه. وأخيرا أتمنى لكم جميعا الخير والسعادة، وإن شاء الله سنعيد نادي الزمالك لمنصات التتويج والاستقرار والرقي والتقدم، وأنا متفائل بالحب والتعاون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لكل من بيسألوني ازاي يشتركوا في القناة وازاي يفعلوا الجرس وازاي يتواصلوا معايا على الفيسبوك، اولا انت لما تروح للصفحة الرئيسية للقناة قناة الجريد تي في هتلاقي هنا اشترك في الصفحة الرئيسية، اشترك دوس الجرس تختار اول واحدة، فكده انت بتبقى اشتركت في القناة واول ما بنعمل فيديو بيجي لك. طيب ازاي تتواصل معايا؟ عندك هنا عند الصورة الرئيسية في كلمة فيسبوك، لو دوست عليها هتوديك لصفحتنا مباشرة للفيسبوك، أو العلامة بتاعة تويتر دوست عليها توديك في تويتر، لينكدين عايز تبعت لي إيميل من هنا تدوس تبعت إيميل مباشرة، عايز تتكلم معايا على ماسنجر بتاع الفيسبوك بتدوس على آخر واحدة هذه العلامة. نرجع نقول تاني، عايز تروح صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي فوق عند القلم صفحتنا في الفيسبوك تدوس توديك الصفحة مباشرة، تويتر تدوس تروح الصفحة، لينكدين تبعت ايميل او تتواصل معايا على ماسنجر تكتب على طول الموضوع سهل. من الممكن مثلا ان انت تكون بتشاهد فيديو للجريء تي في زي ده، وانت تشاهد هذا الفيديو مثلا عايز تشترك في القناة، فبتعمل ايه؟ بتدوس على الاحمر، طول ما هي حمراء كده تبقى انت مش مشترك في القناة، فبتدوس على الأحمر وتدوس على الجرس تختار الأول، تدوس على الجرس تختار الأول. عايز تتواصل معايا على الفيسبوك تويتر روح على العلامة أو كلمة الجريء تي في هيوديك للصفحة الرئيسية، تختار من فوق من عند القلم فيسبوك تويتر لينكدين الإيميل آخر حاجة ماسنجر تحاورني على الماسنجر. طب عايز تشوف كل الفيديوهات السابقة تدوس على كلمة الفيديوهات هتطلع كل الفيديوهات والخبطات الإعلامية اللي احنا حققناها، ولما ضربنا في الوزير ولما ضربنا في أسرار النادي الأهلي ومخالفات النادي الأهلي، كل الحاجات اللي انفردنا بيها وحواراتنا مع النجوم وكل الموضوعات وكل الانفرادات هتلاقيها في منذ بداية القناة، وتستمتع بما حققناه من انتصارات ضد كل من هم ضد نادي الزمالك. فبالتوفيق هذا الشهر، لو انت ما فهمتش الشرح عيد الفيديو تاني واتفرج عليه عشان تعرف. عايز اكرر من هنا فوق عند الصوره الرئيسيه تدوس تروح صفحه الفيسبوك، هنا تويتر، هنا لينكدين، هنا تبعت ايميل، هنا ماسنجر.